أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا وين ما كنتوا تابعوا فينا على موجات راديو ميد. بعد هو تقريبا منذ تكثيف عمليات التلقيح وخاصة بعد يوم أمس بعد تلقيح أكثر من نصف مليون تونسي لتراوح أعمارهم بين 18 و 39 سنة واستعمال بعض اللقاحات. نسمعوا ياسر من التوانسة وحتى الشباب يقول لك والله ما نعرفش علاش حسيت بعض التأثيرات الجانبية، هاو جيعة في يدي وخثرة في يدي، هاو دوخة، هاو حالة متاع إغماء، هاو رغبة حتى في الترجيع، هاو نحس في روحي فاشل، هاو غيره. دونك شبيني هكا، علاش صار هكا، علاش هذاك صار معاه وهذا ما صارش معاه، علاش الناس اللي خذت التلقيح هذاك صار معاهم الأثار هذية وناس أخرين ليه، كيفاش النجم نخف شوية من الألام هذية. باش نزيدوا نحكيوا أكثر في الموضوع هذية ونتابعوا زادة كيف مراقبة ومتابعة، لأنه إحنا عنا راهو مؤسسات كاملة قاعدة تخدم على مراقبة الأثار الجانبية اللي تصير للملقحين بعد التلقيح مباشرة. هل عنا حالات خطيرة؟ هل معناش الأمور لحد اليوم والناس اللي تلقحوا حمد لله الكل لاباس وإلا صارت بعض التأثيرات الجانبية النجم نحكيوا فيها؟ هذا الكل وش نزيدوا نحكيوا فيه أكثر ونتابعوه أكثر مع المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية سرياض دغفوس. مرحبا بك سرياض. مرحبا بك ومرحبا بكل المستمعين غاديو ميد. شكرا لك دكتور. دونك خلينا مبدئيا نشوفوا انتوما، نعرف اللي قاعدين تتابعوا بعد عملية التلقيح للناس اللي تلقى تلقيح بعد فترة، ونصور حتى أمس في كل المراكز راو عندكم ناس وإلا فرق ومختصين قاعدين يتابعوا هل تم رصد أثار جانبية نجم تكون ولا تصنف خطيرة وإلا لا، وشنية مغلب الحالات ولا بعض الحالات كان ثم حالات بطبيعة رصدتوها على الأثار الجانبية اللي صارت بعد التلقيح؟ البارح احنا في الوزارة عملنا سليل دوفي ثم باش نتبعوا الأثار الجانبية متاع التلقيح متاع في الجهات الكل في الجمهورية مدة التلقيح يوم التلقيح البارح، واكثريتهم معناها براتيكوم كل اللي جاونا اللي كلمونا عليهم نتاع حاله اغماء نتاع الفجعه، معناها كالعباد وخاطر البارح خاصه لي جون اللي هما عملوا تلقيح نتاعهم وكلهم برشا منهم معناها قعدوا خايفين من التلقيح. واذا نشوفوه احنا حتى في لي كومباني دو فاكسيناسيون اللي يصيروا قبل اللي يعملوهم في الليسيات وفي المكاتب ديما عندنا حالات الاغماء هذوما عند لي جون. تو كنشوفوا بار اكزومبل هذا قبل التلقيح، قبل ولا بعد التلقيح؟ نهار التلقيح قبل العمليه نتاع التلقيح ولا بعد الدخول؟ هو يدخل خايفين من الخوف، ومن بعد ما يعملوا لهم تلقيح بعد دقائق تصير هكا يحسوا كانهم شي يغمي عليهم، معناها حاجه صغيره ماهيش، وبعد يقوموا كل الناس كل واحد لباس، معناها فما حتى اشكاليه فما حتى حاله خطيره البارح، معناها تو في الحالات الكل احنا البارح تقريبا كلموهم الكل فوق 300 حالة معناها اللي كلمونا عليهم، مي ما فما حتى حالة اللي معناها كلاسي جراف، حتى حالة خطيرة، ناس كل معناها روحوا لديارهم لبس عليهم فماش مشاكل، والكل براتيكمون من الفجعة يدخلوا مفجوعين خايفين من الفاكسان من التلقيح، ومن بعد كي يحسوا راحهم كاينهم مشي فشل ولا مشي طيح معناها تجيهم الدوخة شوية ما غير حتى خطورة، هذا كله احنا نعرفه. هذا ديما نحكيه على بعد تقريبا ربع ساعة من التلقيح ولا بالضبط. أيوة معناها القية ما جاتناش حتى تشكيات أخرين، فهمت؟ وهذا بالنسبة للنهار البارح. توا مثلا الجمعة الأخرى ما شفناش حالة هذوما خاطر أكثريتهم عباد كبار فوق الأربعين سنة وما صارت حتى حاله من هذه، خاطر العباد كانوا معناها مسانسين شويه ويمكن ما همش مجاوش خايفين. ربما مو فيهم الاعمار الصغيره نتاع 18 سنه ولا كثير اللي ريزو سوسيو فيسبوك وكل اللي بداوا يعديوا لبعضهم كوم كوا يخوفوا الناس تدخل خايفه شويه. هو في الاخر فما حتى شيء، احنا فسرنا لهم شويه معناها في الميديا وحكينا شويه بون الحمد لله تسمى ما فماش مشكل، معناها هذا يصير في العالم كله راه مش معناها هو اللي رصدتوه الحمد لله يا ربي ما فماش حالات، ولكن يقول لك مثلا بعد كي روحت للدار والا بعد بسويه حسيت كتفي خثر شويه وجعني، معناها حسيت بفشله، حسيت روحي معناها فاشل على الاخر والا هكا نحس في روحي حتى التوازن نتاعي مش موجود. هذوما الاعراض هما شنو ما مغلب؟ خلينا نعطيهم فكره باش العباد ما تتفاجئش او
هو ما حكينا فيه وميسالش نزيدو نعاودو نحكيو فيه. شنو ما مغلب الاعراض اللي تنجم تحسه واش وكيفاش نجمو نخفوا منهم شوي؟ هو توك التلقيح مش يعطي المناعه ودوبا التلقيح يبدا مش تبدا بشويه لي بروميير رياكسيون معناها نتاع المناعه مش متكون فيه صحيح اما من الاول دوبا تبدا مش تعطي بعض الاعراض اللي هما السخانه اللي هما الفشله اللي هما بعد مرات وجيعة في البلاصة اللي زرقوا فيها ولا حتى تتنفخ وتولي حمرة وكل معناها كل حد كيفاش وفما برشا ما يصير لهم حد شيء معناها برشا عباد يقول لك يمشيش يطلع ما عندوش تأثير معناها ما حسيت شيء هو لا عادي هذاك كل بدن كيفاش يجاوب معناها ما عندوش داخل مي هذاك هو البدن يجاوب هكاك مش مربوط بالنوع التلقيح لا لا مش مربوط هو نشوفوا احنا توا أكثرية السينيا هذوما أعراض اللي نشوفوا فيهم نشوفوهم زاد عند صغارنا كي نعملوا لهم تلقيح ولا عند الكبار كي يعملوا الباكسان تاع الجريب هذا معناها نشوفوه مع أي تلقيح يكون وكل عبد كيفاش يجاوب كل حد بدنه كيفاه فما اللي ما يصير لهم شيء وفما اللي يصير لهم حاجه خفيفه تولي تجي سخانه ولا وجيعه يجب ياخذ باراسيتامول وكاو معناها فنهار نهارين وكاو كل شيء ان شاء الله يروح هذايا معناها وجيعه في الراس والا كي تبدا هكا شويه سخانه وجيعه في الراس ولا سخانه ولا حتى وجيعه في اليد يجب ياخذ باراسيتامول كيف كيف معناها ينحي الوجيعه زاد واذا يبدا عنده برشا فشله ولا يقول لك عندي شويه دوخه نقول له يرتاحوا شويه ما يتفجعوش معناها ما فماش حاجه مخطره واللي مثلا بعد 4-5 ايام جاوا اعراض جدد وتقلق منهم يمشي عادي عند الطبيب ونشوف واسكو عنده علاقه بالفاكسان ولا ما عندوش وما فما حاجه معناها هي دكتور معناها كي تفوت نهارين والا ثلاثه ومثلا يكون من الاول ما عنده حتى شيء والا عنده اعراض خفيفه اللي قلنا عليهم من بعد ثلاثة ايام مثلا اربعه قويت به الامور شويه والا ظهرت حاجات بيزاغ جديده ولا مثلا ولا راسه يوجع ياسر ولا بس ما يتنفس ولا حاجات هكا يجب يكون بطبيعه الكوفيد يجب يكون مرضى اخر يجب يكون ما عنده حتى علاقه بالفاكسان اما ما نخسروا شيء اللي متقلق يمشي عادي عند الطبيب نتاعه ويثبته الطبيب وقتها اما يعمل يشوف ليش كان ما لقاش ولا شاكك في الفاكسان يبعثوا لنا وقتها هو واحنا نعملوا معناها التحريات نتاعنا نشوفوا اسكو مربوط بالفاكسان ولا لا هذا يصير والحمد لله احنا الى يومنا هذا جاونا برشا حالات هكايا والكل معناها ما فما حتى حاله خطيره لقيناها مربوطه بالتلقيح معناها حتى حالات اللي سما كلاسي غراف ولاباس الكل من بعد مشاو على ارواحهم وتحسنت وهي الحقيقه قعدت خاطر مربوطه ربما ببعض اللقاحات مثلا جونسون يقول لك على خاطره دوزه واحده معناها راهو قوي شويه ينجم يعمل اكثر من غيره في اللقاحات شفنا المره اللي فاتت زاد كيف كيف لاستخازينيكا في فتره ما زاد كيف كيف تثبت في الاعراض هذه ما نعرفش اذا كان معناها ثم نسبيا مثلا في الجونسون عن جونسون لانه يعني جرعه واحده وقوي شويه ثم نسبيا معناها اعراضه زايده شويه الحده نتاعها على بقيه التلقيح؟ لا احنا توك كي نتبعوا معناها اللي صاير في العالم ما عندوش اكثر من الاخرين هما في قلب بعضهم يشبوا ياسر قراب لبعضهم راهو فهمت معناها ما فماش حاجه كبيره برشا ولا هو شنو فما انواع توك خاطر النوع نتاع الاسترازينيكا وجونسون وسبوتنيك وفايزر وموديرنا انواع جدد من الفاكسان توا لي شينوا استعملوا السيستم كلاسيك القديم اللي استعملوه في برشا بوكو دو فاكسان وما غير معناها نعرفوه مش باش يعطي الاخرين كوم جدد من الاول قعدنا متحيرين خاطر جدد وما نعرفوش مش يعطي توا تعرف توا فوتنا 3 مليار دويت ونص جرعه استعملوا في العالم معناها توا نجم نقولوا برشا حاجات نعرفوهم ونستناو فيهم وردوا بالنا نعرفوا كي يجي اعراض بعض الاعراض نجموا نشكوا في المرض الفلاني ونعرفوا كيفاش نداويوه فهمت دونك قد ما نقدموا قد ما نزيدوا نتمكنوا اكثر من الاعراض الجانبيه ونعرفوا كيفاش نتعاملوا معاها خاطر شوف راهو نفهموا ما فماش فاكسان ما عندوش اعراض ما فماش دواء ما عندوش اعراض جانبيه ما نكزيست با فهمت ما تنجمش انت تستعمل دواء ولا تستعمل فاكسان وتقول ريسك زيرو ما نكزيست با ما فيش الدواء ما فيه شيء اعراض جانبيه ايجابيه ما هيش ما تقلقش معناها احنا شنو اللي بيه الفائده ديما نقولوا رابور بينيفيس ريسك اش مش نربحوا من الفاكسان ولا من الدواء وشنو ما الخطر اللي يجم يجي من استعمال الدواء ولا من استعمال الفاكسان يلزم يكون ديما للصالح اش مش نربحوا فهمت لازم البينيفيس هو اكثر برشا
من ريسك. فوالا فهمت اكيد كنقيموا الدويات وكيف كنقيموا التلقيح. مادابو هو بوزيتيف مادابو فافورابل نقدر نستعملوا فيه. نهار تالي يظهر الي الاعراض قويه واكثر من اللي نستناو فيها ولا تقلقنا بالنسبه لش باش نربحوا نوقفوه ما عادش نستعملوه. طب انت دعيت في احدى تصريحاتك الى عدم التعرض لاشعه الشمس، ونعرفوا انه اثير برشا جدل على حكايه تعرض لاشعه الشمس والمشي البحر وتدويش وغيره. معناها هذوما التعرض لاشعه الشمس عنده تاثير سلبي على معناها اللي لقحوا، والا فقط من باب الاحتياط وحمايه الذات من اشعه الشمس وكذا؟ اي من باب الاحتياط، حتى تو كما حكينا قبيليك قلنا معناها برشا اللي فاكسان يعطيو برشا سخانه، معناها كثريتهم يعطيو شويه سخانه، هذيك كي يجي واحد يقعد في الشمس تزيد تتقوى وتزيد تقلقوا اكثر. من باب الاحتياط واحد ما يخسر شيء، عادي نهارين الاولانيين يبعد على الشمس، حتى يحب يعوم يعوم بكري ولا يعوم مخر، معناه الماء ما يقلقش، معناه يجم يعمل دوش ويجم يعوم في البحر. اما يبعد على الشمس وكهو، معناه هذا المشكل الوحيد. فوالا هي ما فماش مشاكل اخرين. وكما قلت ريت لي ريزو سوسيو ساعات لا يزي يركب الخوف للعبد ولا يزي يعطيو المعلومه الغالطه، دونك هذاك علاش الواحد يصعبوها يردوه كانه الفاكسان حاجه كبيره. وهي احنا البيبي انا قلتها ملي بدينا الفاكسيناسيون، احنا بعثنا البيبي نتاعنا يعملوا فاكسان صغار، واحنا بيدنا زرقنا وما خفناش ما خفناش على صغارنا ما خفناش على روحنا. تو احنا كبرنا باش نخافوا من الفاكسان، ما يلزمش نخاف، نظموا وكهو فما ريسك ماهوش ايجال زيرو، فهمت؟ اما الي كالكولي محسوب ونعرفوه كيفاش، ونعرفوا اللي احنا الفاكسان هذا باش نربحوا منه برشا avec un très petit risque. معناها حكايه فارغه. باهي، وانت جبت توا الصغار والاطفال توا اللي تحت ال 18 سنه، شنو القرارات؟ هل خذيتوا قرار بالتلقيح ولا شنو العمر اللي نجموا نوقفوا فيه باش تستناوا معناها ربما الراي والا الموقف نتاع المنظمات العالميه اللي تعنى بالصحه بطبيعه، ولا خذيتوا القرار ولا مازلت تم الدراسه؟ شنو انواع التلقيح؟ مازلنا احنا توا القرار باش نستعملوا فاكسان لازم يكون عنده ترخيص. احنا فايزر عنده ترخيص في تونس 16 سنه لما فوق. دونك بين 16 و 18 عندنا الحق نستعملوه. بين 12 و 15 سنه ان شاء الله الجمعه هذيا باش ننظروا فيه، وبقدره ربي معناها ياخذ ترخيص نتاعو ال 12 15 سنه. ومن بعد تدخل 12 و 15 سنه كيف كيف كان معناها بتمشي تلقيح فايزر؟ اي فايزر هذاك هو اللي في العالم، هو مودرنا خذاه في العالم راه. اما في تونس مازال ما نظرناش في الملف نتاعو، خاطر لازم نشوفوا الدراسات اللي عملهم في العمر هذاك اش عطاه. بالنسبه للفايزر شفناهم ديجا، وفما اللجنه الاولى اللي شافته العلميه عطات اوكي، مازال اللجنه معناها الكوميتي تكنيك التقنيه هذه هي الاخرانيه. من بعد ان شاء الله بقدره ربي وقت اللي يولي الوزير يعطيه الترخيص. احنا اللي من بعد ينفاق ذا الترخيص نشوفوا وقت استراتيجية نتاع تونس كيفاش هذيك معناها تتقرر في المستوى عالي، ونشوفوا فين باش نمشيو، اسكو باش نستعملوا باش نلقحوا للصغار نتاعنا 12 سنه من فوق ولا لا. هذه من بعد معناها تولي استراتيجيه وطنيه. بالنسبه للحوامل والنساء المرضعات، الحوامل قلنا ظهر لي اللي فوق 16 اسبوع، بالنسبه للمرضعات زاد كيف كيف، شنو التوصيات نتاعكم؟ بالنسبه للحوامل قلنا احنا المراه الحامل اعطيناها الاولويه تدخل على ليفاكس وتقيد روحها وتاخذ هي الاولويه تعدى فيسا. معناها مش عند الحق بركه، وزيد اعطيناها الاوليه، تبقى يلزم تكون فاتت 16 سيمين دامينوري، معناها عندها 4 شهور ونص من اللي معناها حبلت. ونستعملوا كان الفاكسان ار ان، معناها اما فايزر ولا مودرنا. بون كان امراه معناها حامل عملت الفاكسان اخر مش مودرنا ولا فايزر وطلعت حامل، مش مشكل ما تخافش، معناها ما فما حتى خطر. احنا جوست قلنا مودرنا ولا فايزر خاطر هذوما فيهم دراسات على المرأة الحامل، معناها احنا نعرف وين ماشي. والبقية ما نخافوش، راهو توك الدراسات حتى النساء المرضعات زادا بعد الولادة والمرضعات يعملوا أي فاكسان، هذوكم عندهم الحق يعملوا تلقيح. معناها ما فيش ضرر على المرأة ولا حليب المرأة لصغيرها. حتى ضرر لا على المرأة لا على الصغير. باهي هذوكم غير مشكل. بربي باش نسألك، لأنه جاني سؤال يقول سمعت بعض التصريحات تقول الأوجاع نتاع الكتف مثلا اللي بعد ما زرق، اسكو نجم نعمل نحسها هكا فاشلة شوية وإلا بلاصة سخونة، نجم نحط كمادات بردين ولا نجم نعمل هكا بعض الحركات باش نجرد
دم ولا خاصه يقول لك خاثره، هذوما منصوح بهم مثلا ولا لا؟ يجب بالطبيعه هو السل الجناحي الوجيعه، معناها ينقص الوجيعه الحاجه البارده هذيك، واللي موفمون ديما يحسنوا الباسون ديما باهي ما يقلقوش، بالعكس معناها ينجموا كان ينفعوا تري بيان وما يخافوش الناس الكلها. ومره اخرى ناكدوا لكم ما تخافوش، راهم هذوما فقط اعراض جانبيه خفيفه بالوقت تتنحى، وبحول الله لاباس. الناس الكل يحس روحه ياسر ياسر فاشل، مثال الشيخ وكونجي نتاع النهار واللي تطول بيه الوجيعه ولا تطول بيه الحاله راه يمشي يعدي، معناها فوالا حتى مشكل ونشوفوا احنا، معناها ما فما حتى اشكاليه معناها. فوالا تري بيان، يعطيك الصحه، شكرا ليك دكتور، يعطيك الصحه على كل هذه المعلومات. سي رياض دغفوس المدير العام للمركز الوطني لليقظه الدوائيه. نمشيو موزيكا سنة وبعد شويه موجز نص نهار، احنا نرجع ان شاء الله في ساعتنا الثانيه، ما تبعدوش، رجعنا.